كازاخستان. هذه الدولة المسلمة العضوة في منظمة المؤتمر الإسلامي وإحدى أكبر وأهم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أصبحت مع بداية العام الجديد رئيسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وضع الثقة في كازاخستان لرئاسة المنظمة يعني أن المجتمع الدولي بات يدرك حرص أستانا على تأمين الأمن للمنطقة وتأييدها الدائم للمبادرة الدولية لتهدئة الأوضاع في أفغانستان، لكن المسؤولين الكازاخ يعتبرون المهمة تكليفاً لا تشريف. رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون تأتي في فترة صعبة. لسوء الحظ فإن الوضع في منطقة المنظمة ليس فقط لم يتحسن بل إنه ازداد سوءا خلال السنوات الأخيرة، تحديدا التي تلت مؤتمر القمة الأخير. وليس فقط الصراعات والمشاكل القائمة لم تحل، بل ظهرت أيضا الكثير من التحديات والمشاكل الجديدة. هذه المشاكل يجب أن تدرس من قبل زعماء الدول العضوة في المنظمة، ومن بين هذه المواضيع الرئيسة والملحة بطبيعة الحال أفغانستان. أدركت قيادة كازاخستان التي تقع في آسيا وأوروبا في آن واحد، أدركت أن مهمتها التاريخية هي أن تصبح جسراً بين الغرب والشرق. مدير مركز الأبحاث الوطنية الرئيسة له رأي خاص في الموضوع. لو نظرنا جيدا إلى الخريطة سنجد أن كازاخستان تستحق أن تكون مقرا دائما لمنظمة الأمن والتعاون في الاتحاد الأوروبي وحماية دولها من التهديدات والتحديات التي قد تأتي مما يسمى بالدول غير المستقرة، في مقدمتها مشاكل الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية والتطرف الديني والإرهاب. يشهد التاريخ على الروابط التي تجمع بين كازاخستان وروسيا، إضافة إلى قربها الجغرافي من الصين، ما أدى إلى نشوء تنافس شديد بين هاتين الدولتين لفرض نفوذهما، ومن البديهي أن تنضم أوروبا لجذبها. كازاخستان تحتل موقعا جغرافيا مثاليا بين الشرق والغرب، بين أوروبا وآسيا، كونها دولة أوروبية آسيوية في آن. لذلك الهدف الآن يتمثل في استعادة ما كان يعرف بطريق الحرير العظيم، فقد بدأنا بتشييد الطريق السريع بين الصين وكازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وخارجها إلى أوروبا الغربية، كما أنها تنوي بناء أنابيب نفط وغاز تمتد من آسيا الوسطى إلى الصين. يقول الناشطون في مجال حقوق الإنسان إن كازاخستان غير مهيئة لترأس المنظمة الدولية لعدم صفاء سجلها في مجال حقوق الإنسان وقمعها للصحافة والصحفيين، إضافة إلى إسكاتها لمنتقدي الحكومة بجميع الأساليب، قد تصل حد الاعتقال أو الترهيب أو التصفية الجسدية. في كازاخستان عدد من المعارضين السياسيين قتلوا، كما جرى اغتيال صحفيين أو قمعهم. صحف المعارضة تعاني بشكل مستمر، واليوم تمارس ضغوط كبيرة ضد بعض المدافعين عن حقوق الإنسان. كازاخستان أصبحت رئيسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت فشلت فيه في تكييف قوانينها مع المعايير الدولية. أعتقد أن هذه مشكلة بالنسبة لشعب كازاخستان ول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على حد السواء. الفسيفساء العرقية التي تشكل كازاخستان أصبحت سبباً رئيساً للموافقة على طلبها لتولي الرئاسة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أما المواطنون الكازاخ فيعتبرون رئيسهم نور سلطان نزار بايف سبباً أساسياً في انتزاع هذا المنصب الهام.